باسم الآب والابن والروح القدس لواحد أمين. تحل علينا ما تبركته من الآن والأبد أمين. اليوم من جيل القديس معلمنا لوقا البشير صح 12 بيكلم وقلنا لا تخف أيها القطيع الصغير. ولا تخف أول كلمة في الجيل النهاردة قالها السيد المسيح، وقالها الملاك لما جه يبشر زكريا، لا تخف يا زكريا. وجي الملاك لما بشر أمنا العذراء قال لا تخافي. فربنا عايز يطمننا، فبعت لنا الملائكة يطمنونا، يقول لك لا تخف. أول حاجة لما قالها الملاك لزكريا عشان نفس كده القطيع الصغير دول، الخوف اللي يتسلل الإنسان، الخوف ده يغرق الإنسان، اللي يخاف ده يغرق كده في الفشل وفي الكسل وفي حاجات تانية كتير، عشان الخوف ده من الشيطان. بيقول لك انت مفيش اله معاك قوي، اله ضعيف، لكن الوكيل الامين بقى والقطيع الصغير دول اللي ما بيخافوش، اللي عاملين زي زكريا، قال له الملاك حاجة بقى، طلبتك قد سمعت. القطيع الصغير لما يطلبوا حاجة من ربنا، ربنا يسمع لهم. الانسان اللي قريب من الله اللي يخاف الله، مش يخاف من الله، اللي يخاف الله ربنا يسمع طلبته، طلبته ربنا يسمعها. زي الملاك لما قال لزكريا طلبتك قد سمعت. ليه؟ لان الانسان اللي بيسلك في وصايا الله واحكامه، يعني يسمع وصية ربنا ويرضى بالحكم بتاعه. في حد ممكن يسمع الوصية لكن ما يرضاش بحكم ربنا ويتذمر، يتذمر على ربنا. عشان كده بناخد مثل بسيط كده في زكريا وإليصابات، عشان احنا في شهر كياك. اجمل حاجه انهم الاثنين كانوا واحد، كان بيتكلم عن كانوا الاثنين سالكين في وصايا الله. لما اتجوزوا الاثنين بقوا جسد واحد، زي ما قال الكتاب المقدس في الاكليل، الاثنين صاروا جسد واحد. ما كانش بيتكلم على زكريا فقط، كلام عن زكريا وإليصابات، سالكين في وصايا الله، برين بلا لوم، الاثنين بقوا واحد خلاص. وده سبب الانقسام اللي بتاع الكنيسه وبتاع البيت، كل واحد ينقسم، انا وانت او انا وانتي. فمين الذي لا يخاف؟ اللي هو الروح الواحد، الجسد الواحد. فدي اول حاجه، ولا تخف. ليه بقى؟ لان الله بينظر لصلاه المساكين، صلاه المساكين يتضرعون الى الله، فبيصلوا في كل وقت وفي كل حين. ويعقوب رسول بيقول إيه؟ لو في حد عليه مشقه او في ضيقه او شده بيعمل ايه؟ يصلي، يصلي. ده دور الانسان انه يطلب من ربنا. انا هطلب من ربنا فين؟ امتى؟ في الصلاه، لما اقف اكلم ربنا، ها، اصلي، ارتل تسبيح كياه كده والسهرات دي ترتيل، والترتيل صلاه. فهي نخلي بالنا بقى ان ساعات الناس بتنسى نفسها وتقف تتكلم، او فاكره نفسها بتادي واجب في الترتيل. لا، الترتيل صلاه. فواقف بيبص للشرق، ان يبص حواليه، يبص لده ومين اللي جه ويقول ازاي. حلو الترتيل، بس ساعات التصوير والحاجات دي بتشدنا شويه، فننسى انها صلاه، ونتكلم مع بعض وننسى ان احنا واقفين امام الله. واحنا في الصلاه بنقدم ضعفنا امام الله. عشان كده لا تخف القطيع الصغير، هو حاسس انه قطيع صغير، حاسس بضعفه، فبيصلي امام ربنا. فالانسان الذي يتضع امام الله ربنا يرفعه. زي حزقيا الملك كده، لما جاله خبر، عشان قال له انت جالك مرض الموت، وجه وجهه للحائط وصلى ربنا وقال له اه يا رب، وقعد يصرخ ويقول له يا رب ده انا عملت كذا، وانا كنت ماشي في وصاياك. فربنا لما اتضع حزقيا الملك وبص للحائط، يعني ما فيش رجاء عندي، انت الرجاء بتاعي يا رب. فربنا بعت له اشعيا وزود في عمره 15 سنه. ده في المزمور داود النبي يقول لك الرب يسمع عندما ادعوه، الرب يقبل صلاتي. وكان يطلب الحاح ولجاجه، صلاه المساكين والمتضعين بلجاجه والحاح على ربنا.
لأنها صلاة من القلب وبحب. وشرط الصلاة التي ربنا يسمعها المستجابة أن الإنسان لا يحزن أحدا. عشان كده اتكلم على زكريا وعلى صوت قالوا بلا لوم. طب بلا لوم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للناس وبالنسبة لله. ما حدش يلومهم، ولا الله يلومهم، ولا الإنسان أو أي حد يلومهم. فخلاص يبقى طلبتهم تسمع، ربنا يسمع صلاة المساكين. فالحاجة التانية في المساكين إنهم عندهم ثبات وصبر. ثبات في الصبر وصبر في الثبات. يعقوب رسول إيه على مين؟ إن إيمانكم ينشئ صبرا. إيمانكم ينشئ صبرا. والصبر هيجي منين؟ من الإيمان. أنا واثق في ربنا، عندي إيمان بربنا بالوعود بتاعته. والصبر ليه عمل تام اللي هو الثبات. كلنا في كياكة كده في لحن جميل اسمه تنين للثلاث فتية. الثلاث فتية كان عندهم إيه؟ ثبات. ما خافوش من أطون النار ولا من كلام الملك، ما خافوش، عندهم ثبات، فمسكوا في ربنا. فربنا رفعهم من الضيقة بتاعتهم وأنقذهم. ده القطيع الصغير. ربنا قال لنا في الإنجيل بصبركم تربحون أنفسكم أو تقتنون أنفسكم. هنفوز بأنفسنا. اللي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فعشان كده مهما يحدث لنا فالصبر هو إيه؟ هو اللي ينقذنا بتاعنا. طب ساعات الإنسان ما بقاش عنده صبر، يبقى عنده تمرد، يبقى عنده استعجال، ما عندوش رضا، يبقى ما عندوش صبر ولا ثبات. فالسرعة والاستعجال تعمل إيه؟ اللي بيسوق بسرعة لا قدر الله يعمل حادثة، اللي يعمل شغله بسرعة تلاقي فيه مشاكل وأخطاء كتيرة، اللي في امتحان يحل بسرعة ما ينجحش وممكن يجيب يا ريتني كنت ركزت واستعجلت ليه؟ الاستعجال ده ضرر كبير. عشان الاستعجال ده يقول لك مش الآباء القديسين يقول لك الاستعجال ده مش شيطان. نفتكر كلنا الأنبا أنطونيوس لما جاله الفكر فإيه؟ يأجله يأجله. لما يجي لك فكر ترفضه كده وتأجله، لو عند ربنا هيثبت، لو مش من عند ربنا هيتلاشى ويضمحل، مش هيثبت. فالثبات من عند الله. فالمزمور حتى يقول لك انتظر وتشدد، تشجع قلبك، انتظر الرب، ربنا هو اللي ايه هيديك النجاح في طريقك. فما تخافش، ما تخافش، خلي عندك ثبات وصبر كده. ويعلمنا سر القديسين القديسة مونيكا ام القديس اوسينوس، يعني عندها صبر جميل، 20 سنة تفضل تجري ورا ابنها لغاية ما جابته ورجع للمسيح وبقى قديس أغسطينوس. 20 سنة. فالوقتي الناس بتستعجل، سنة سنتين أو واحد يروح شغل يقولك أنا عايز أكبر بسرعة. مشكلة الشباب دلوقتي أو مشكلتنا إحنا كلنا مش الشباب بس، مستعجلين عن نتيجة بسرعة. تعالوا نشوف سير القديسين 20 سنة. المعجزات اللي عملها السيد المسيح والشفاء أكبر مثل على كده. المرأة نزفت الدم 12 سنة، وشاف مين 18 سنة، والمفلوج والأعمى ده رجل يعني مش أقل من 30 سنة، سنين كتيرة. طب اشمعنى يا رب؟ في كل وربنا ليه وقت لكل واحد. فيقولك الصبر هتنول اللي انت عايزه، بس اصبر شوية يكون عندك ثبات في ربنا. يقول في التجارب كده القديسين عشان يثبتوا في ربنا بيطلبوا تجارب، واحتمالهم في التجارب ده هو ده اللي بينقيهم ويقربهم من ربنا اكتر. وكل القديسين شافوا ربنا في التجارب، ما شافوش في الراحة. مفيش حد هو مرتاح شاف ربنا، كل اللي شاف ربنا في الضيقة وفي التعب. فهو بيقدموا بقى ايه؟ رضا بقى، اشكرك يا رب، يقدموا تشكرات. بولس الرسول يقول لك اول شيء اطلب تشكرات في الصلاة بتاعتي، ونزل الفرح كده في الضيق. لا انسى مرة كان بيسجله مع حد بسيط كده وعنده مشاكل وامراض، وشفت الفرح اللي في عينهم وفي كلامهم، مش بيمثله، طالع اشكرك يا رب على كل حاجة. نشكر ربنا، اكمل حاجة في ربنا
ده اللي عندهم ده كان اي واحد كده عنده يأس. لا، ده فرح جميل في الضيقات، في ناس عايشين قديسين وسطينا راضيين وعندهم صبر وثبات. فالصبر ده بتاع الاستعداد للإنسان المسيحي، للإنسان المسيحية، عشان يتحمل الألم من أجل الله. عشان كده صبره مع الآخرين. يقول لك إيه هو الصبر؟ الصبر أنك تحب أو تحب الآخرين وتفعل مع الآخرين ما تحب أن يفعله معك. اعمل مع الآخرين اللي أنت عايز يعملوه معاك، يبقى عندك صبر. فلكده بقول له كده الثبات في ربنا. فالصبر كمان بيساعدنا على غفران الخطايا. لما تصبر على حد هيبقى عندك طول أنية، وتصبر على الآخرين فيبقى عندك غفران للخطايا. اصبر عليه، سامحه المرات دي، تأنى، اديله فرصة، اديله فرصة تانية. احنا بنعمل كده مع ربنا لما بنغلط وبنعمل خطية، مش بنيجي نطلب من ربنا سامحنا يا رب. كم مرة بنغلط ونيجي نطلب من ربنا؟ كم مرة ربنا قال لي لو أنا غلطت، حد سأله لو أخي غلط فيا أسامحه كم مرة؟ 7 مرات 70 مرة. ما احنا بنعمل كده، بنخطي ونروح نعترف، ونروح نعترف مرة تانية المرة جاي بنفس الخطية. الله، تم ربنا بيصبر علينا كتير. وفي قديسين كتير كانوا في الأول وحشين وبعدين بقوا قديسين بالتوبة، بالتنقية والتوبة والصبر. زي ما ربنا كده صبر على شاول اللي كان مضطهد للكنيسة، وبعدين أصبح بولس الرسول أعظم كارث في الكنيسة، أعظم كارث في الكنيسة. فتعالوا بقى نشوف كده الناس اللي تخاف الله، القديسين اللي هم المساكين. المساكين بيصلوا أمام الله صلاة نقية. اتنين عندهم صبر وثبات في ربنا. فتعالوا نحن ما نخافش ونقدم، نسمع كلام الله ووصاياه. ده الإنسان اللي ما يخافش، اللي سامع أكبر حاجة ربنا، أعلى واحد ربنا. فأنا بسمع الوصية بتاعته وبمشي فيها، فما خافش خالص ولا من أي حد. طول القديسين يقفوا قدام الملوك والولاة ما يخافوش. ليه؟ بيسمعوا كلام ربنا، فهو اللي معاهم. لكن اللي ما يسمعش وصية ربنا ويسمع كلام البشر يخاف، يخاف من الدينونة. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية صلاة المساكين. تعالوا نتواضع أمام الله، نظهر ضعفنا أمام الله فربنا يسمع صلاتنا. ثالث حاجة، تعالوا يبقى عندنا صبر وثبات، بلاش استعجال، نصبر على الضيقة بتاعتنا، نحتمل، عشان ربنا هو اللي تشجع وربنا هو اللي هينقذك. انتظر الرب هتلاقي النتيجة بتاعتك الصالحة. ونسمع قصص كني اللي صبر خد كتير وبقى حاجة عالية جدا. وآخر حاجة، نحن في الصلاة بتاعتنا نقدم أغلى حاجة. المرأة ثقبة الطيب جت قدمت إيه؟ طيب غالي الثمن. تعالوا كده إن لما كل واحد عنده وقت كده بيقدم لربنا أغلى وقت عنده وأحسن وقت، ولا بيقدم له الفضلة بتاعته وباقي الوقت بتاعه؟ هل أنا في أول يوم الباكورة بتاعت اليوم بقف أصلي ربنا وأكلمه وأطلب منه المعونة عشان يسندني معايا في طول اليوم؟ وللأسف زي بعض الناس يقول لك أنا ما بلحقش أصلي الصبح وبالليل ممكن أصلي، بس بعد يحصل مشاكل يقول ربنا مش معايا ليه؟ ما أنت ما طلبتش. أحد القديسين كان في المغارة بتاعته، جه الشيطان بيضايقه كتير وحاربه كتير ويعكسه، وبعدين يقعد تاني وعايزين يمشوه من القلاية بتاعته ويعكسوه كتير. بعد ما زهق في الآخر راح صلى ربنا، يا رب يسوع المسيح أعني، فرح ربنا بعد الشيطان عنده. فيعاتب ربنا، ليه يا رب سايبني طول اليوم كده؟ ليه صليت ما سايبني يتعبني الشيطان؟ قال له عشان ما طلبتنيش، أول ما طلبتني جيت على طول. هل احنا بنلحق نصلي الصبح ونطلب من ربنا يا رب استر علينا النهارده وكون معايا وفتح لي الطريق وكون معايا في الطريق ده واطلب معونته فيجي معايا ربنا وبعت لي الملائكه، ولا بعتمد على نفسي وبمشي بسرعه ومستعجل واخر يوم ايه اعاتبه انه ما جاش معايا؟ ما انا ما طلبتوش. عشان كده يقول لك لا تخف ايها القطيع الصغير، عشان متواضع وبيتكل على ربنا. القطيع الصغير ده ما بيفكرش بهو، بيمشي ورا مين؟ الراعي بتاعه. فتعالوا نقرب من ربنا، تعالوا نتكل على ربنا، بعدين صبر وصلاة، ونقدم أغلى حاجة في وقتنا مع ربنا. ولا ربنا المجد دائما أبديا، أمين.
كنت نم بشرت اسموس نم غبريل بي أنجيلوس جشرك خاريتو مني وكيريوس ميتاسو إذ بفايت انتي وقونيوس اوتو انسيوني فين ماتيهو افشوي سيري ايغون انت فكانن ناني فولر بريز فافينالي يجون أوبي أرشي أنجلوس سواب رافائيل بقونو فينهيت انت فكان النوفي ناني فول جيفس مرقوت انجيف يوتني مبشيري نم ببنغمة سواب تتريا سجي كيفون تنقوش تنتي اوناس ان صوفيا سيو بروس هومين كريالي سون خن اوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب